تعودنا منهم يعني إذا نالوا مكسبا يطالبون بمكسب آخر. يعني كان الأصل أن يكون فتح مطار صنعاء ومقابل فتح فك الحصار عن فايز، مع أن هذه المقارنة هي مقارنة ما ينبغي أن تكون، وكأن اليمنيين يعني رفع ظلم أو رفع يعني حصار عن منطقة يرتبط بفتح مطار في منطقة أخرى، مع أن الخسران هو اليمني البسيط في كل المناطق اليمنية. لكن الحوثيون عندما تحصلوا على فتح المطار يريدون أن يدخلوا بعض الاشتراطات الأخرى التي تسبق عملية فتح الحصار عن تعز، ولا لكي يرفعوا الحصار عن تعز ولكن لكي تلبى هذه الاشتراطات، ثم بعد ذلك يصار إلى تشكيل لجان فرعية وما إلى ذلك لفك الحصار. بالمجمل يعني رفع الحصار عن تعز يعني مطلب دولي ويمني، وبالتالي أي اشتراطات حوثية هي ليس لها معنى إلا أنهم يريدون أن يسيسوا الأمر، وهو جانب إنساني بحت. يعني هناك الحصار على تعز، لكن هناك منهم في صنعاء يريدون أن يأتوا إلى تعز، وهناك منهم في المدينة يريدون أن يخرجوا منها إلى المحافظات الأخرى. لا معنى إطلاقا لهذا الحصار بعد أن انتفت أصلا دواعيه. يعني الآن الناس في الهدنة ويفترض أن يذهبوا بعد هذين الشهرين إن لم تمدد الهدنة أو المدة أن يذهبوا إلى مفاوضات الحل النهائي، وافق الحوثيون على ذلك. لا يوجد أي داعي لأن يستمر الحصار، لكن الحوثيين بطبيعة الحال طيب يعني يعني أقصد هذا بمعنى أنه نقطة فقط. يعني هم مستفيدون من الحصار، لأن الحصار يعني مزيدا من الجبايات، يعني مزيدا من غض الطرف عن جباياتهم. وهذا كان سؤالي يعني 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 الآن